مرحبا، هذه ماكينة غسيل السيارات الأوتوماتيكية من شركة ماكس الصناعة التركية. أول شيء هذه لوحة التحكم، تقدر تتحكم من سائل الغسيل بشكل أوتوماتيكي أو المياه أو نظام شطف المياه من السجاد. سرعة الباند أو سرعة الحزام المتنقل هذا. ارتفاع الفرج بشكل أوتوماتيكي، يعني براويكم. هذه الماكينة بترتفع شوية شوية أو تقدر تنزلها من شوية شوية حسب ارتفاع أو ثخن السجاد مالتك انت. أيضا سرعة خزاير أنا سرعة الباند أو سرعة الحزام المتنقل من 1 إلى 10 سرعة. هذا شكل الفرج، بيكون شكل اسطواني، وعصي الفرج ايضا مصنوعة من كروم. بعد ما يتم غسيل الفرج هنا، تنتقل الى هذه الفرشة الاسطوانية. هاي الفرشة بتلم اي شعر او اي وسخ متبقي من الماكينة. بعد هذا بتجي لهنا، بيتم شطف وتنظيف المياه من الماكينة. بعد هذا بتجي لهنا هذا الاسطوانة، بتلف السجاد حتى يتم نقلها. الماكينة بتكون من 3 احجام، 270 سنتيم او 330 سنتيم او 420 سنتيم، مع من 4 فرج الى 10 فرشات.